السلام عليكم. اليوم نعرفكم على واحدة من أجمل البنايات في الجزائر العاصمة، وبالك في الجزائر هو واحد أو يعني هذه البناية بالنسبة لي هي أجمل بناية في الجزائر ككل. وهذه البناية هي المقر نتاع ولاية الجزائر، واللي بنيت في 1912 تم افتتاحها بعد ما بدأ البناء فيها 10 سنوات من قبل. وكذلك هذا النمط العمراني هو النمط الموريسكي، النيو موريسك، اللي كانوا المهندسين المعماريين الفرنسيين والأوروبيين بصفة عامة اللي زاروا الجزائر كانوا متولعين به، وقاموا بعدة مشاريع، داروا عدة بنايات في الجزائر العاصمة ووهران وعدة مدن، مثل عدة مدن داخلية مثل مدية وبجاية وكثير من المدن الجزائرية، قسنطينة كذلك، تلمسان، داروا بنايات من هذا النوع باستعمال هذا الطراز المعماري الفريد من نوعه. وحيث أنه الآن أصبحت الجزائر أول دولة في العالم اللي عندها هذا المعمار، تتميز بهذا المعمار النيوموريسك الموريسكي المعصرا، بإضافة إلى بعض عناصر عصرية، واللي تمتاز به الجزائر وخاصة مدينة الجزائر. وهنا نشوف يعني العمل رائع من داخل البنايات، هو يعني العمل تاع الزخرفة والديكورات يعني تاع هذا النمط الرائع في هذه البناية. نخليكم مع الفيديو والسلام عليكم. Thank you.